مرحبا بكم مشاهدينا مع حوار هذا اليوم. مشاهدينا، شهدت الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا لافتا بخصوص الأزمة في سوريا. روسيا كانت مقصدا لكثير من المسؤولين، زارها كيري، نتنياهو، كاميرون، بان كيمون، ودائما الأزمة السورية تتصدر جدول المباحثات. مرحلة جديدة دخلتها الأزمة في سوريا بعد تغير الوضع الميداني وبعد العدوان الإسرائيلي والحديث عن مؤتمر دولي عالمي، لكن الواضح بأن الأزمة ما زالت مستعصية الحلول. هنا السؤال: إلى أين يمكن أن يصل تدخل خارجي؟ وهل احتمالات العمل العسكري ما زالت قائمة؟ هل سوريا أصبحت رهينة لتفاهمات خارجية؟ أم أن الحوار الداخلي السوري كفيل بالوصول إلى حل سياسي؟ مشاهدينا الكرام، للوقوف على المشهد السوري، تطورات الداخلية والخارجية، أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور حيان سلمان المحلل السياسي والاقتصادي. مرحبا بك دكتور حيان. والأستاذ عماد يوسف أيضا الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك. فورا أبدأ بنفس السؤال الذي ورد في المقدمة، فعلا هل هو الحوار اليوم الداخلي السوري كفيل بإيجاد حلول، أم أن موضوع التفاهمات الخارجية هي من ستحسم الوضع في سوريا، أم أن الأمور تتجه إلى عمل عسكري معين بطريقة معينة بلبوس معين؟ دكتور حيان. بداية شكرا لك سيدتي وشكرا لضيفك وتحية لأخوي المشاهدين. اسمحي لي أن أتوجه بالرحمة لشهداء الدولة السورية وتوسل الله بالشفاء العاجل لجرحانا وأطلاق سراح المختطفين الذين اختطفتهم هذه العصابات الإجرامية التي تنفذ أجندات خارجية. وأنا سوف لن أغرق كثيرا في الزمن، وسنتناول ما حصل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأعتقد ما حصل يمكن أن يقال عنه الكثير. دكتور حيان، بما أنه أنا طبعا آسفة، بس بما أنه يعني قبل ما نرجع لثلاث أيام اللي مروا، شو رأيك نبدأ بالتفجير اللي منذ قليل يعني أخذنا خبر عاجل من هذا السياق؟ إذا بتريد نبدأ بالحديث عن هذا التفجير. ما حصل هو نجاح للسياسة السورية بكل معنى الكلمة، وسأكون صريحا أن كل الانتصارات في الخارج والداخل مصدرها هو ما يسجل على أرض الميدان. الفضل الأول الأخير للشعب العربي السوري ولجيشه وطلائعه. هذه العصابات الإجرامية عندما أحست بأنها تنتقل من هزيمة إلى أخرى بدأت تستهدف، وبلقاء سابق معك قلت أنها ستستهدف الأهداف الرخوة إذا تذكرين، والأهداف الرخوة هي الأهداف الغير مسلحة، يمكن أن تكون تحت اسم الجوامع، المساجد، الكنائس، المدارس، الطلاب، الأحياء المدنية وغيرها. لماذا؟ كل شيء يجب أن يربط بين سبب ونتيجة. هذه العصابات الإجرامية بطبيعتها هي تم استئجارها بكل معنى الكلمة للخارج لتنفيذ أجندات معينة، أي ليسوا أكثر من عملاء ووكلاء حتى لا ينطبق عليهم اسم العميل، وإنما الوكيل ذو سعر ما. هؤلاء عندما أحسوا بأن الشعب السوري أولا كشف المؤامرة، كشف أبعاد المؤامرة، كشف الحرب الكونية على سوريا، ثانيا لاحظوا أنهم في الخارج بدأت الضفة السورية تزداد. أعطي مقارنة بسيطة: مؤتمر أصدقاء أعداء الشعب السوري الذي عقد في تونس حضرته 111 دولة، الآن يخططون لعقد مؤتمر في إحدى الدول العربية الجارة للأسف الشديد وهي الأردن ب 11 دولة لا أكثر ولا أقل. اثنين، لاحظ التقدم والنصر الكبير، كيف أن الولايات المتحدة بدأت تقترب نحو الموقف الروسي وليس تفاهم روسي، وهنا خطأ يكرر بوسائل الإعلام تفاهم روسي أمريكي، لا بالعكس، هو اقتراب من موقف الأمريكي من العقلاني الروسي. أمام هذا الواقع ماذا حصل؟ حصل على أن هذه الحسابات كما يقال في اللهجة العامية حشرت في الزاوية، فستبدأ بأعمال التفجير، وهذا دليل ضعف وليست قوة، كالتفجير الذي حصل منذ ساعات أعتقد في ركن الدين والذي استهدف ناس أبرياء، ناس مدنيين. لا تسوغ ولا تسمح بذلك كل الشرائع السماوية والأرضية، ولكن هذا ليؤكد وليتم التأكيد للعالم بأن سوريا تتعرض لهجمة بربرية، لصراع ظلامي. هذا الصراع بين موقفين، موقف نوراني يدعو إلى النور وإلى العلمانية، وموقف آخر ظلامي. ماذا أتى هذا الشيشاني من الشيشان ليعمل في سوريا؟ ألم يحن الوقت لنستيقظ؟ لماذا أتى هذا التونسي؟ والآن وأنا أقول لك من المتابعين للصحافة التونسيين كيف أن تونس بدأت في ورطة حقيقية من كسرة من يجند، وأنا أطلق عليهم، اسمحي لي أحترم قناتكم، القرضاويين الجدد.
القرضاويين الجدد الذين تفقسوا تحت عباءة القرضاوي الإلحادية وغيره. إذن أقول هذا التفجير هو كغيره من التفجيرات دليل ضعف، دليل اقتراب من ساعة إعلان النصر النهائي، وقريبا إن شاء الله سيتم. ودائما وأبدا كلما تقدمنا خطوة نحو الأمام كلما قاموا بتفجير إما مجزرة إما باصطناع حجة ما كما اصطنعوا تذكرين الكيميائي وغيره وغيره، إما بإجراء تفجيرات في مناطق ساخنة. وبالتالي أعتقد على أن هذا دليل لما قلناه سابقا أن سوريا تسير نحو الأمام نحو الأفضل، وهذا التفجير مع التوجه بالرحمة لكل الشهداء وكل قطر الدم تدمينا. لكن هذه طبيعة المعركة، هذه طبيعة هؤلاء الظلاميين، هذه طبيعة هؤلاء الزنادقة، هذه طبيعة هؤلاء الكفار، هذه طبيعة هؤلاء الجهلة الذين أتوا من كل حدب وصوب إلى سنديانة العالم، إلى بلد عمره 8000 ل10000 سنة، إلى بلد أعطى الأبجدية الأولى، إلى بلد قرأت البارحة أول وثيقة تاريخية بين الفرعون المصري أمحتب الأول وبين أحد ملوك من كان في هذه المنطقة بعام 2400 قبل الميلاد وقعت في سوريا، هذا البلد الذي أوجد أول سيمفوني موسيقي. فلذلك نعم هذه التفجيرات ستحصل من هؤلاء العملاء ولا نتوقع أنها انتهت، وكلما اقتربنا من النصر كلما زاد حقدهم، لأنهم هم مطلوب منهم أن يعطوا رسائل لأسيادهم في الخارج ولمن يقيم في فنادق 5 نجوم. وصدقيني أخت اليسار أنا لم أعد أميز بكل صراحة، واعذريني لصراحتي، بين من يدعم هذه العصابات بشكل مباشر ومن يدعمها بشكل غير مباشر. طيب خليني وقف عند النقطة وانتقل لعند أستاذ عماد. يعني أستاذ عماد، يقول الدكتور حيان بأنه كلما الوضع الميداني تحسن كلما اقتربت سوريا من نصرها تزداد العمليات كما هو سماها بأنه تستهدف المناطق الرخوة. لكن يسأل العالم، يعني عندما نقول دائما هذه التفجيرات دليل إفلاس دليل ضعف، هي ليست دليل قوة، لكن أليس هناك أيضا من وجهة نظر أخرى تقول لك ما دام أنا أعرف بأنني مستهدف بهذا الشكل الكبير وأعرف بأنني أنا لن يتركوا طريقة بأسلوب شيطاني إلا ويفعلوها، لماذا هناك دائما فرصة لأن يدخلوا إلى أحد أحياء دمشق ويقوموا فيها بالتبشيرات؟ يعني منذ سنتين حتى اليوم ألم نستطع حماية أنفسنا حتى من هذه الأساليب لو كان هي فعلا دليل إفلاس أو دليل ضعف؟ هون في مشكلة حقيقية جدا في أدوات هذا الصراع. يعني المشكلة هو سوريا لا تعاني من، يعني ليست أزمة بالبداية، بدأت كأزمة ربما محلية بدلالات اجتماعية واقتصادية وسياسية عامة تراكمية، أزمة مركبة انتقلت من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الحرب الداخلية، ومن ثم انتقلت بدلالات إقليمية، ثم انتقلت من مرحلة الحرب الداخلية إلى موضوع الصراع، إلى الصراع الكوني الشرس يعني على المنطقة كلياتها. هون صار عندنا صراع مشاريع. الصراع المشاريع، المشروع هذا اللي عم يشتغل في سوريا له أدوات شرسة جدا. هذه الأدوات متمثلة ببعض الفصائل المسلحة على الأرض التي تنطلق من ذرائع سياسية كاذبة بحجة التغيير، وهذا أثبت الزمن عدم مصداقية هذه الذرائع وكذبها الكبير جدا. ذرائع أخرى قد تكون بدلالات اقتصادية، ذرائع أخرى فصائل متطرفة تقوم بكل الأعمال المنافية للأخلاق والقيم الإنسانية من تفجير وذبح وقتل، ونشاهد نحن يوميا الكثير من هذه المشاهد، أنا المشاهد الكثيرة جدا في سوريا على امتداد الأرض السورية. فإذا ضمن آليات هذا الصراع وتمفصلاته وأدواته على الأرض والتنوع الهائل جدا الذي يشكل أدوات هذا الصراع على الأرض السورية، أدوات هذه الصراع متنوعة مختلفة كما نعلم، يعني جميعا يعني متنوعة بين المتطرف جدا 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 إلى المتطرف الوسط إلى المتطرف إلى آخر، اللي يحمل السلاح اللي يحمل السكين، المدعوم إقليميا المدعوم دوليا المدعوم خارجيا المدعوم الموظف مذهبيا وطائفيا من قبل مشاريع عربية أخرى تنغل في المنطقة. فهؤلاء لن يتوانوا عن القيام بأي تصرف في سبيل الوصول إلى أهدافهم. اليوم طبعا هم في حالات حرجة جدا على المستوى الميداني، هم محشورون في زوايا ضيقة جدا جدا،
في بعض المناطق حقق الجيش العربي السوري البطل انتصارات هائلة جدا ومهمة جدا، مما أدى إلى زيادة جنونهم وسعارهم، فعكسوا ذلك بالقيام بأعمال ضد مدنيين. يعني هم كانوا يقومون بهذه الأعمال، ولكن زادت وتيرة هذه الأعمال كما نشاهد اليوم هذه التفجيرات والتفجير الذي قبل والذي قبل والذي قبل، وفي على امتداد الأرض السورية. فهذا ما يحصل اليوم هو ضمن تركيبة هذا أدوات هذا الصراع، يعني ليس مستبعدا وليس مستغربا، ونتوقع الكثير. ما هو جيد في الأمر أن الشعب السوري يتصالح مع هذه الحقائق، يعني يؤمن بأنه لا يمكن لهؤلاء أن يقتلوا روح الحياة فيهم، لأن روح الحياة هي أكبر بكثير من الخوف من الموت، يعني تحدي رغبة الحياة أو هدف الحياة والاستمرار. ولحسن الحظ بأن غالبية الشعب السوري اليوم أصبح على دراية مهمة جدا بما يحصل بهذا المشروع الصراع الخطير جدا. من هذا الباب يمكن تصور التطورات اليوم أو التطورات اللاحقة، إن كانت على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري أو على المستوى الميداني، بأنها قد تكون في موقع ما أكثر شراسة، في مواقع أخرى أقل شراسة. حتى المعركة السياسية القادمة والتي ستذهب إليها سوريا، إن كان في مؤتمر جنيف ولا إن كان في بعض القضايا المفصلية الأخرى، تصب في هذا الاحتمال. قد تكون المعركة السياسية شرسة جدا 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 إلى جانب المعركة العسكرية. المعركة العسكرية منشاهد انه في مناطق معينة حقق الجيش انتصارات، في مناطق معينة عم يواجه مقاومة شرسة من قبل المسلحين، تباين يعني. فاذا نحن ضمن هذا الصراع المتنوع جدا والكبير جدا الكوني، الذي مثل ما حكينا انه له ادوات قوية جدا، إن كان المال السعودي، إن كان دلالاته المجتمعية في الأرض السورية، إن كان العمالات من ممثلين سياسيين في الخارج لهؤلاء لهذا الحراك في الداخل، في كل المستويات، إن كان القوى العالمية المرتبطة بهذا المشروع والتي تشغل هذا المشروع أو تديره. ضمن هذه المعطيات نحن نعيش صراع كبير، يعني لم تعد هي مسألة أزمة داخلية أو أزمة سياسة أو أزمة تغيير حكم أو أزمة سلطة أو أزمة اقتصادية أو بنيوية اجتماعية، لا، المسألة انتقلت إلى حرب، ومن ثم من حرب إلى صراع شرس. وهذا الصراع يتضمن معارك ويتضمن كر وفر ويتضمن كسر، وقد يمتد طويلا يعني، وقد لا يتد. طبعا نحن نأمل ونتمنى أن نحقق انتصارات وننتهي وينتصر هذا المشروع الوطني، خلينا نقول المشروع الوطني، على هذا المشروع الدخيل على المنطقة والدخيل على سوريا. لكن أنت تتوقع بأن يمتد الصراع طويلا؟ طبعا كل المشاريع، كل المشاريع في التاريخ، المشاريع السياسية، نحن اليوم أمام صراع مشاريع سياسية. طيب رح نحكي عن هذه المشاريع بالتفصيل، لكن حتى يعني أعطي الحدث اليوم حقه دكتور حيان. يعني من ضمن هذا الصراع اللي حضرتك ذكرته واللي حكى عنه الأستاذ عماد، يعني هذه التفجيرات وهذه الاستهدافات في بعض المناطق، أنت سميتها استهدافات لبعض المناطق الرخوة، يعني إلى أين ممكن أن تؤدي ازديادها؟ هل هي برأيك أنه لا تحت السيطرة وتقل ربما، ولكن لا ممكن يكون أنه في فرصة بأنه تزداد؟ وإذا استمرت بهذا الشكل ماذا تحقق مكاسب للإرهابيين؟ وبالمقابل يعني نحن لما عم نخسر مواطنين، إن كان حتى بأعداد قليلة، لكن هؤلاء شهداء مدنيين، استمرارية خسارة هؤلاء الشهداء. أنا سميتها أهداف رخوة ليست مناطق. نعم. للاحظي اولا، بدايه انا لا اتفق ان في سوريا حرب داخليه، انا لست مع هذه الفكره على الاطلاق، ويعذرني الاستاذ عماد، ولم تبدا بازمات، بدات بمخططات. عفوا انا اسف للمقاطعه، انا قصدت حرب داخليه بمعنى يعني عناصر من الداخل تم توظيفها للقيام بحرب داخليه. لا طبعا انا اتفق. لا هو كانت الفكره نفس فكرتك بانه مشروع خارجي، تم توظيف شرائح اجتماعيه سوريه بدلالات كثيره، بدلالات مذهبيه، بدلالات طائفيه، اجتماعيه، اقتصاديه، ومنها سياسي، تماما لتاجيج حرب داخليه سوريه. اعود، دعينا بكل واقعيه ننزل إلى أرض الواقع، ماذا يحصل في سوريا؟ شعب يكشف مؤامرة، جيش يتقدم يطهر الأرض، يطهر كل ذرة تراب، كما حصل في القصير، حصل في وادي الضيف، حصل في المنطقة الشرقية وإلى آخره، وجيش يزداد تألقا بعيون هذا الشعب، وهذا ما ألمسه في عملي، في حياتي، في إلى آخره. هذه العصابات مطلوب منها هدفين اثنين، وهنا سأدخل في عمق الواقع. مطلوب منها هدفان قد
يتفقان في أحدهما ويختلفان بالآخر مع أهداف من هو بالخارج. إذن نحن أمام استعصاء بالخارج. ماذا يريدون؟ هذه العصابات الإجرامية يرسلوها، إذا قتلت وسحقها الجيش العربي السوري فهذا فائدة لهم لأمريكا وفرنسا، أنهم هم بقرارة قناعتهم يعرفون بأنهم في يوم من الأيام سيعودون إلى بلادهم، كما حصل في المجرمين والإرهابيين الذين تدربوا في أفغانستان وعادوا إلى أمريكا. والدليل على كلامي هو ما كتبته لوفيغارو عن السياسة الفرنسية بتناقضها، أنها تدعم هذه العصابات في سوريا ولكن تحارب شقيقتها في مالي. واحد. إذا لم تقتل هذه العصابات على الأرض السورية واستطاعت إضعاف الدولة السورية، وهذا أعتقد أصبح وراءنا، ف لا تعتبر هذه التفجيرات وهذه الاختراقات الأمنية ضعفا؟ لا طبعا، هلا لا أساسي. طيب. إذا هنا سيكون حققوا مصلحتهم، لذلك هناك رسائل موجهة من أسيادهم من مراكز القرار، وأنا أقسم عمالتهم إلى ثلاث فئات: سيد هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وتابع هي أوروبا، وعميل هو عبارة عن تركيا، ومستأجر وناس أدوات هي قطر والسعودي. هؤلاء في الداخل يرسلوا لهم رسائل بأموال بالبترودولار، هؤلاء مطلوب أن يردوا على رسائلهم بمزيد من أعمال الفوضى ضمن الأرض السورية. هلا ضمن الفوضى اتفقنا على هذه النقطة، على أنهم يجب أن يعملوها من خلال، أنا الآن أحاول أن أتقمص كيف يفكروا، سيختارون مكان وزمان. المكان متى؟ هو قبل المؤتمر الدولي الذي رحبت به سوريا، والذي أعلن وعلى كافة سياستها على أن سوريا مع اتفاق كيري ومع ما توصل كيري ولافروف وإلى آخره، ومع جنيف 2، وتم تحديد الوفد المفاوض وإلى آخره. طيب هؤلاء بدأوا ينطقون بأنهم ضد هذا الاتفاق. طيب كيف سأعرقل هذا الاتفاق؟ سأعرقله بطريقين اثنين، إما تفجيرات على الحدود أو في الخارج تتهم فيها سوريا، وإما تفجيرات في الداخل. آتي أيضا باب السبب والنتيجة. تفجيرات في الخارج، عملوا تفجيرات الريحاني بالضبط، الريحاني على الحدود التركية، وكنا نتوقع على أن الحزب العدالي والتنمية فورا سيتهم سوريا، سيتهم سوريا بدليل أن الكاميرات صورت مباشرة على أنهم وصلوا قبل التفجير وبعد التفجير في منطقة يعني معروف تماما، وكأنه يكاد المريد أن يقول خذوني، يعني واضح تماما التفجير. لم يكتفوا بهذا، تفجير الريحاني حصل قبل سفر أردوغان إلى لقائه مع أوباما إلى واشنطن. حصل الاجتماع مع أوباما، كانت نتائج الاجتماع لم ترضي غرور أردوغان، وجه إلى الداخل عن طريق عملائه، قاموا بهذا التفجير، وهذا التفجير هو للتذكير على أن سوريا لا تزال منطقة متوترة، منطقة ملتهبة، منطقة يجب تقصد تفجيرات الداخل يعني مثل تفجير اليوم وغيره. نعم. يجب استدعاء الخارج. من هنا قد تسألين من على ماذا تعتمد؟ أعتمد وأنا وبكل تواضع يعني متابع للشأن السياسي، أعتمد على ما يصرح به عملاء هؤلاء بالخارج من كل أنواع من يدعى بين مزدوجتين معارضة، وكل من يلجأ إلى السلاح ليس معارضة، والقضية الوطنية ليست وجهة نظر، دعيني أقول بكل صراحة، وآن لنا أن نسمي على طاولة مستديرة كل الأشياء بمسمياتها. بمسمياتها يصرحون. أعطيك مثال، في الوقت الذي حصلت تفجيرات الريحاني، رئيس ما يدعى الائتلاف الحمدي صرح وفورا اتهم الدولة السورية، وبنفس اللحظة كانت هناك مظاهرات في تركيا تشتم أردوغان وسياسته، وسوف لن أذكر الألفاظ التي قيلت احتراما لقناتكم واحتراما دعيني أقول لاحتفاظي بدبلوماسيتي. إذن هذا الموقف يؤكد على أن هؤلاء فشلوا خارجيا. طيب إذا فشلوا خارجيا كيف سيثبتوا تبعيتهم المطلقة بتفجير هنا وتفجير هناك؟ تفجير من أجبن من أكثر عمل جبان في التاريخ، يعني سيارة مفخخة، قنبلة لاصقة، قذيفة هنا وقذيفة هناك، وبالتالي كلما ازددنا اقترابا من الحل السلمي على الأرض السورية عن طريق الحوار الذي أتى واضحا بخطاب السيد الرئيس ب6/1/2013، كلما هؤلاء وصلوا إلى هستيريا حقيقي. وأقول لك وبصدق، واسمح لي هنا سأعتمد على الذات قليلا،
كنت على احدى الفضائيات مع احدهم وهو سوري. هستيريا. هو بدأوا يحكمون على النوايا، قال لي انتم لن تذهبوا الى المؤتمر الدولي. قلت له وهذه رصاص رب العالمين النوايا، وهو في حالة متوترة وانا كنت مرتاح جدا. اذا هناك هستيريا حقيقية اصابتهم من النجاح في الداخل، النجاح في الداخل يريدون تدميره بتفجيرات من هنا او هناك، لذلك تأتي ضمن اطار السياق الطبيعي لا اكثر ولا اقل. هذا لا يعني انها لا تؤلمنا، كل قطر الدم تدمينا وكل قطر الدم تبكينا وكل قطر الدم خسارة لنا، لكن انت سيدتي تواجهين عدو شرس، عدو بعلاقة عضوية بين أصيل ووكيل. إسرائيل تنكفئ، لم تعد إسرائيل والعهد الإسرائيلي ولا والزعر الإسرائيلي ولا كلفوا عملائها العلاقة بين الأصيل والوكيل. طيب. الأصيل تراجع، الوكيل تقدم. ضمن هذا السياق يمكن أن تفسر لماذا تم ضرب موقع مركز العلوم في جمراية. ضمن هذا السياق نعرف على الضجة التي تقاد على ما تناولته الصحف لنكون صريحين حول أن سوريا جهزت نفسها للرد على أي عدوان. ضمن هذا السياق تفهمين لماذا هذه الجمعة التي كانت البارحة كانت نسبيا هادئة. ضمن هذا السياق ترين على أنهم كيف بهستيريا وزعر حقيقي يطيرون من دولة إلى أخرى. كاميرون كان بسوتشي للقاء بوتين، وهولند كان إذن ضمن السياق الطبيعي دليل فشلهم دليل وصولهم إلى حائط مسدود لا أكثر ولا أقل. طيب برأيك أستاذ عماد، وتتم لكلام الدكتور حيان، يعني عندما يقول الدكتور حيان بأنه الأمور بشكل أو بآخر مهما زادت بعض يعني مهما كان هناك تفجيرات هنا، اشتباكات في مكان معين، حوادث كالاعتداء الإسرائيلي، يعني حوادث معينة، لكن رغم ذلك هو برأيه بأنه الأمور تتجه إلى حل سياسي. برأيك فعلا فرصة الحل السياسي، إن كان فرصة الحل السياسي عن طريق الحوار الداخلي أو فرصة حل سياسي عبر تفاهمات خارجية واردة، ولا لا لسه يعني لا ما زالت هناك الكفة يعني منقسمة بين حل سياسي أو ممكن توجه إلى عمل عسكري؟ أنا بتصوري بموضوع الحل السياسي لم ينضج بعد، هذا بتصوري داخلياً شخصي. تصوري الشخصي على مستوى الداخل ما في مشكلة، على مستوى الداخل يعني هناك مشروع بدأ العمل عليه، هناك مشروع خطاب السيد الرئيس الذي أطلقه في 6/1/2013 قدم فيه ميثاقا الوطني وقدم فيه مجموعة من الشروط والعوامل التي تنتقل بسوريا. يعني هو الهدف الأساسي في سوريا بالنهاية شو هو؟ هو التحول، التحول باتجاه من دولة مثلا يحكمها حزب واحد إلى دولة تعددية ديمقراطية إلى دولة مشاركة لكل الأبناء أو للفصائل السياسية الأخرى. هذا التحول الخلاف الكبير فيه أين؟ الخلاف الكبير فيه هو أن القيادة السياسية في سوريا وشريحة كبيرة جدا أو النسبة الغالبة من المجتمع السوري تريد هذا التحول بطرق تراكمية تحولية تاريخية. لكن أنت أستاذ عماد قلت لي ببداية الحديث بأنه مشكلتنا ليست مشكلة تحول سياسي أو تحول أنا جاي بالحديث، وإنما لدينا تماما حرب وعدوان خارجي. أنا جاي بالحديث طبعا هو لا هو نحن لما نحكي عن الأزمة في بدايات لما كان أزمة مركبة هي طبعا كان فيها جانب ما تم توظيفه بغض النظر يعني كيف تم توظيف الجانب السياسي فيه، يعني بمعنى انه انا مثلا بذريعه الحريات والديمقراطيه بذريعه التحول الى الـ الى الـ الى الدوله الديمقراطيه نحن دخلنا من هذا الباب طبعا. يعني استخدام الزرائع، عرفتي فلسفه الزرائع. فهون المساله طبعا هو كان سوريا بحاجه الى هذا التحول وكان مطلوب. يمكن اول من نادى فيه بالعام 2000 هو السيد الرئيس، يعني يوم اطلق خطاب القسم تبعه ونادى بموضوع الانفتاح وحريات الاخر. هلا في صعوبات، في عوائق، في يعني عمليه، في حالات اقليميه وغيره دوليه الى اخره. هلا المشكله وين؟ المشكله هم يريدون هذا التحول بالدم والقتل والذبح، كيف بما يخدم مصالح القوى العالميه، بما يتماهى ويتقاطع مع مصالح اسرائيل في المنطقه، بما يتعارض مع مشروع المقاومه، بما يتعارض مع تحالفات سوريا الاستراتيجيه، بما يهدد الوجود السوري والبنيان السوري كدوله. احنا عم نحكي كدوله، يعني انت لما بدك تغير وجاي عم انت بدك تهدد كيان الدوله. يعني هلا انا بستحضر خلال 5 دقائق مليار اثبات وشاهد على انه في هدف لتدمير الدوله السوريه.
صح. ابتداء من الجيش وتدمير مثلا قوى ومهاجمة كتائبه مثلا. مستقبل الحوار في ظل هذا الاستهداف الداخلي. اسمحي لي ما أنا عم مستقبل الحوار تماماً. اسمحي لي عم بحكي. هلا نحن لما بنحكي على المشروع التحول الداخلي، يعني نحن لما بدأت الحراك في سوريا جاوبت قيادة السياسية مع بعض هذا الحراك، عملت إلغاء قانون طوارئ، إزالة مادة 8، قانون أحزاب، قانون كذا إلى آخره. تجاوبت بمستوى معين، هذا المستوى يمكن البناء عليه. هذا التحول أي بلد في العالم، أي بلد في العالم لا يمكن نقله مباشرة أو بشكل فوري من حالة شمولية خلال 40-50 عام إلى حالة انفتاحية ليبرالية إلى آخره. طبعا لما أنت بتقولي تحول، بتحول في كل المستويات، يعني مش بس تحول سياسي، يعني تحول سياسي بده يلحقه تحول اقتصادي، بده يلحقه تحول اجتماعي، تحول ثقافي، وهذا شأن خطير جدا بالنسبة لأي بلد في العالم. لدينا شواهد في العالم، يوغوسلافيا ماذا حصل فيها؟ الاتحاد السوفيتي على عظمته اللي كان ثاني أعظم دولة في العالم، ماذا حصل بالاتحاد السوفيتي بالرغم من أنه لم يحصل تحول مباشر؟ الاتحاد السوفيتي انتقل على مراحل خلال 10-15 عام. اسمحي لي بس كمل الفكرة. أنا بس لأنه بدي إيه؟ يعني بدي الحكي يكون مركز حاليا على الحاضر، حتى طيب. ليس قراءة الحدث من بداية. نحن حتى نوصل للحرك إيه؟ يعني نحن إيه بس لأنه العالم حفظت إيه؟ حفظت لا بداية الأزمة لليوم. لا لا اسمحي لي شوي. نحن حتى نوصل طيب. لمؤتمر لحتى نوصل للمؤتمر السياسي إيه؟ إنه ليش نحن ما يعني أنا ليش متشائم أمام موضوع الحل السياسي اليوم؟ هناك في الأفق مؤتمر يعمل عليه أو يشتغل عليه دوليا نعم. على المستويات الدولية. هذا المؤتمر سيحسم تفاصيل هذا الصراع. هذا الصراع الكوني الذي عم نحكي الكوني مش بس بالنسبة لسوريا، يعني هو صراع بالنسبة لسوريا، بالنسبة إقليميا، بالنسبة للإقليم سيغير شكل المنطقة كلياته، شكله جيوسياسيا واقتصاديا وعسكريا وكل هذه، وشكله دوليا بمعنى أنه سيقسم العالم إلى أقطاب يعني متناحرة أو متساوية أو متعادلة أو متكافئة بهذا المعنى. هذا الانقسام تفاصيله تبدأ في سوريا، السلسلة تبع هذه الحلقة تبدأ في سوريا، تنجح أو ترصد. في المؤتمر القادم أمريكا ما لم تحصل عليه في الحل بالحل العسكري ستحاول الحصول عليه بالحل السياسي، بمعنى أنهم سيأتون إلى المؤتمر ويقولون نحن أنتم تطلبون مؤتمرا سياسيا حلا سياسيا، ها نحن أتيناكم بهذا المؤتمر، تفضلوا إلى طاولة الحوار لكن. طيب وبطاولة الحوار نرفع سقف المطالب جدا وبالتالي رفع سقف المطالب سيؤدي إلى المساس بسيادة الدولة السورية، يعني يفشل بسيادة قرار السوري، بسيادة مثلا ب ب ب بتجاوز أو بعمل قطيع مع الثوابت الوطنية السورية نعم. وهذا ما لم أنا يعني بتوقعي مرفوض طبعا بالنسبة إلي وأكيد مرفوض بالنسبة للقيادة السورية. فإذا لا ترى حل سياسي. فإذا تم أنا يعني أرى حلولا على احتمالات لحلول سياسية نعم. ولكن أنا بتصوري ليس مكتوب عليها بالنجاح. النجاح الحقيقي هو النجاح الميداني، ما يمكن أن يحصل على الميدان، يعني تحقيق نجاح عسكري في الميدان بنسبة 80 أو 90% 70% 75% وقتها بيكون أنت عندك أوراق تفاوضية عالية جدا جدا، تستطيع أن تفرضي شروطك طبعا سوريا مع حلفاء المشتركين اللي هنن داخلين بنفس مشروع الصراع. لا حد يقول أنه إيران واقفة معنا، لا إيران داخلة بالصراع، يعني نحن جبهة واحدة، يعني ما هي ما عم تدعم سوريا، هي عم تدعم وجود المنطقة وعم تدعم وجودها. روسيا نفس الأمر عم تدعم وجوده وجود المنطقة، العراق نفس الأمر، يعني هذا صراع كوني، صراع مشروع سياسي ضخم عملاق له حلفاء وله يشبه طيب. كثيرا ما حصل في بداية القرن العشرين عندما أنتجت تناقضات الدول الاقتصادية والسياسية، أنتجت الحرب العالمية الأولى، وفيما بعد حصلت تناقضات أعمق وأكبر وجاءت النازية والفاشية وأتت بالحرب طيب. العالمية الثانية طيب. وبعدها تم رسم خريطة العالم من نعم. جديد. دكتور حيان عندك كمان النقطة اللي يعني قبل ما نحكي بالحرب العالمية عم نحكي كنا على سوريا، عندما يقول الأستاذ عماد بأنه هو لا يرى حتى الآن نضوجا للحل السياسي، يرى احتمالات ممكن أن تنجح وممكن أن تفشل ولا يرى حتى الآن أسباب واضحة جدا لنجاحها، بالمقابل هو يقول بأنه بالنهاية الوضع الميداني الذي تماما وأنتم مشتركون بهذا الرأي، لكن مثلا مثل العدوان الإسرائيلي الذي جرى على سوريا هو من المعروف وبحسب رأي الخبراء والمحللين وكل السياسيين في العالم في أنه هو محاولة لإنقاص من قيمة النجاح الميداني أو للتغطية عليه. طيب ألا يمكن أن تزداد هذه المحاولات أو تعاد مرة تانية، ولا سيما أن إسرائيل هددت بكل وضوح بأنه هي لديها أهداف معينة في سوريا ستقوم باستهدافها لمرات ثانية. صحيح. طيب معناته ممكن كمان النجاح الميداني اللي نحن نتحدث عنه ونعتمد عليه بأنه يغطى عليه، ممكن أن يؤخذ إلى مكان آخر؟ لا هلا هون اسمحي لي وسأكشف سر. تفضل.
أعتقد سيادتك عملت لقاء بسوريا تتحاور مع مجموعة من يعني الشخصيات السورية البارزة، يمكن كانت رفيقتنا شهناز فاكوش معه. صحيح. وعجبني كلمة بحوار بينك وبين الرفيقة شهناز وهي عضو قيادة قطرية، عندما قالت نحن نتحاور مع الآخر وفق الطريقة التي يريدها. تذكرين هذه الكلمة؟ أذكرها طبعا. صدقا عندما سمعت هذا قلت سأبحث في كلمة الحوار في مجموعة من اللغات، من القاموس المحيط لقاموس الصحاح لقاموس ويبستر باللغة الفرنسية الألمانية. شكرا معك دكتور. وصلت على أن هناك عدة معاني الحوار، لكن جوهره هو التحاور، هو الحديث بين طرفين، قد يكون إيحاء، قد يكون كتابة. أنت تقرأي لابن خلدون كأنك تحاوريه الآن. قد يكون إيحاء، لكن ناشدتكم بالله، من أتى والبندقية على كتفه ولا يريد إلا تدمير الدولة السورية، كيف سأحاوره؟ كيف سأحاوره؟ هل توجد دولة في العالم تقبل تتحاور مع إرهابيين؟ هل يمكن أن نسمح للإرهابيين الذين أتوا من الشيشان ولفظهم مجتمعهم وهناك رواتب لهم مخصصة تزداد هذه الرواتب بمقدار ما يزيد من الأضرار في سوريا، هل يمكن لهم أن نتحاور؟ وصلت إلى أن الحوار قد يعني إظهار حجة. نتحاور أنا والأستاذ وأعتقد لسنا في حزب واحد، قد يكون إثبات حق، قد يكون دفع شبهة، قد يكون إثبات رأي، لكن بهدوء. الهدف طيب. الهدف. الحوار لا يمكن أن يكون حوارا إلا إذا كان له وسيلة وهدف. أنا دعيني الآن أتقمص شخصية من هم معارضة لأختلف مع الأستاذ. وأقول نحن بدأنا بالحوار مع قوى المعارضة. أنا شخصيا أستاذ عمار كنت في منتدى الحوار الذي حدث منذ حوالي شهر، وحضرته 700 شخصية سورية وأكثر من 30 حزب وأكثر من ملتقى الحوار، ليس الحوار وإنما ملتقى مقدم الحوار، وتحاورنا واختلفنا وتصارعنا إلى آخره، والناس كلهم متفاهمين بالخارج. لو سألت، دعيني أيضا أسمي الأشياء بمسمياتها، هل هيئة التنسيق لها موقف واحد من الحوار؟ هناك خلاف كبير بين من هم في الخارج وبين من هم في الداخل. أقول أكثر من هذا، وهناك خلاف حصل من الأسبوع الماضي بين من هم في الداخل، وتجلى هذا بشكل واضح عندما سافروا إلى لبنان للقاء مع بقدانف نائب وزير الخارجي، ولم يأتي بصفته نائب وزير خارجي وإنما ممثل شخصي للرئيس بوتين. طيب إذا كانت هذه القوى السياسية بفعالياتها كلها تدعو للحوار، وإذا كانت سوريا قد رحبت بلقاء كيري ولافروف ومن ثم كيري مع الرئيس بوتين، وإذا كانوا كلهم أكدوا على أن كاميرون عاد بخفي حنين، هذا يعني على كلهم طيب. وإذا كان هولند الذي ينتح الضربات في الداخل الفرنسي كلهم يدعون للحل السياسي، ماذا قالت سوريا؟ قال نحن مع الحل السياسي. طيب ما هو الحل السياسي؟ الحل السياسي هو أن يكون لدي رؤية، قد تختلفي معي قد تتفقي معي. برنامج الحل الذي طرحه السيد الرئيس وأخذته الحكومة، هذه رؤيتنا، هذه رؤيتنا يا أخي، ليست كتابا منزلا، هذه الرؤية. نحن كجبهة وطني كانت تدعى سابقا تقدمي، كحزب بعث، كحكومة سوري، هذه رؤيتنا بتفاصيلها بندا بالمراحل الثلاث. طيب ما هي رؤيتكم؟ 2، تريدون ديمقراطي؟ بالمناسبة أنا أعتقد لو عاد أفلاطون الآن ولاحظ، هو أول من أوجد مصطلح ديمقراطي، كيف يتم التعامل بهذا المصطلح، لقال مشان الله رجعوني لقبري، ما عاد استمر، لم يتم تشويه مصطلح في التاريخ كما شويه الديمقراطي. طيب يقول السيد الرئيس ويقول برنامج الحل السياسي بالانتخابات واللجوء إلى صندوق الانتخابات، فشل هؤلاء من يدعوا العصابات الإجرامية ولجوءهم إلى تدمير في الداخل، أنهم يعرفون أنها لا أرضية لهم وسيخسرون، والأيام قادمة الانتخابات بعام 2014 وسنشهد إن شاء الله انتخابات بعام 2021. طيب إذن من هنا أقول على أن الشعب السوري، المجتمع السوري بقواه السياسية الحي تختلف معها تتفق معها، كلها ذاهبة إلى أن تبني سوريا اليوم أفضل من بارح وبكرة أفضل من اليوم، وتسمع كلمة العقل، وبالتالي من هنا كان التمسك بالسيادة السورية. وهنا أقول لك، التقيت مع أحد المعارضين،
بس قبل ما تقول أشداء نعم. قال لي أكثر ما أعجبني ببرنامجكم السياسي أنكم ركزتم على وقف العنف، وقف دعم هذه العصابات الإجرامية من الخارج، والتمسك بالسيادة الوطنية. طيب. قلت له لا يمكن لأي شخص في سوريا أن يختزل الشعب السوري بذاته، اللهم إلا هدول الإتلاف اللي سماهم حمادي. لكن ما جاوبني دكتور. نعم. حيان بأنه في ظل هذه الرؤية التي تماما إسرائيل. إذا نحن نعتمد على الداخل وعلى صمودنا وعلى جيشنا، لكن لدينا اعتداءات مباشرة من إسرائيل ربما إسرائيل. تتكرر. هلا أنا قلت لك إسرائيل هي بموقع السيد للمتآمرين على سوريا. وليس سرا على أن رئيس الكيان الصهيوني قال عن قطر على أنها ساعي بريد ومن أخلص ساعات البريد يعني بالنسبة له. وصدر منذ أسبوع كتاب بالفرنسية لو أتيح الوقت لشرحته فقرة فقرة يؤكد العلاقة بين إسرائيل وقطر وإلى آخره. على كل إسرائيل كل نجاح على الأرض السورية سوف تنظر إليه إسرائيل خطر لها خطر عليها خطرا عليها بالضبط. طيب. وهي قالته صراحة وقالته صراحة. نعم. الذي فتح كل مجاله الإعلامي والطبي وهو أمام هذه العصابات الإجرامية، وليس سرا أن القناة الثانية والعاشرة التقت مع أناس من وشكروا هذا العدوان وشكروا إسرائيل على هذا العدوان لأنهم مجوهر واحد. طيب. إسرائيل ستعمل كل شيء من أجل تفتيت الدولة السورية. قد يقول بعض لماذا يا سيدتي الفاضلة، أنا أتكلم بالعمق. ب48 بن غوريون قال كلمته المشهورة على أن نجاح إسرائيل وقيام إسرائيل بتدمير 3 دول صحيح. مصر هي مصر والعراق وسوريا. أنا هنا لا أحد يسأل لماذا تريد إسرائيل تدمير سوريا، يسأل ماذا نفعل نحن مقابل هذه إسرائيل. التهديدات جميل اتفقنا عليها. طيب. النقطة الثالثة اللي طولت عليك بعرف أستاذ عماد لكن رح أعطيك النقطة الثالثة نحن فعلنا أولا بكل لم يعد سرا سوريا تحولت لدولة مقاومة، وستندم إسرائيل آلاف المرات على الخطوة التي عملتها علما أنها هي مضطرة. وإذا دخلت في التفصيل كانت هذه العصابات الإجرامية استهدفت قوى الدفاع الجوي في منطقة ريف دمشق بحيث يسهل للطيران الإسرائيلي الوصول إلى دمشق وغيره، وكان هناك مخطط أن يتوجه العصابات الإجرامية من 12 محور إلى دمشق بترافق معين بتوقيت معين، لكن فاتهم على أن سوريا ليست يعني ليست دولة أخرى. لن أذكر سوريا ردت أولا، ثانيا ردت سوريا وأعلنتها بأن كل الاتفاقيات التي كانت مع الكيان الصهيوني ألغيت وضعناها جانبا. نعم. ثالثا نحن جزء من منظومة المقاومة، وكل السلاح على الأرض السورية متاح أمام منظومات المقاومة بأكملها. وبالمناسبة منذ ساعات صدر نفس الموقف من روسيا، وهنا أختلف مع احترامي الكبير على أن إيران وروسيا لهم موقف يعني دول ليست جمعيات خيرية، لكن هذه الدول أيضا تعمل تتمسك بمبادئ الشرعية الدولية. روسيا تتمسك بميثاق الأمم المتحدة بالشرعية الدولية. هو تحدث فقط عن إيران بأنه هي ضمن هذا الصراع. هم يساعدوننا أقول لك. نعم. لماذا؟ لأنهم أولا يعرفون تماما بأننا نحن نواجه الباطل، يعرفون تماما بأن سوريا مستهدفة بمشاريع خارجية، يعرفون تماما بأن سوريا هي منظومة المقاومة. من هنا لا بالعكس تماما روسيا وإيران ودول البريكس كلها وقفت موقف. الهند بعيدة عن جنوب افريقيا بعيدة. طيب. لبرازيل. لذلك قلت سوريا ردت وسترد، واعتقد ان الحيرة الاسرائيلي هذا ما اريد ان اصله هي التي دفعت بمثل هذه التفجيرات، لاربطها مع جوابي الاول على ان اسرائيل لن تختزل ولن تختصر اي امكانية لاشعال النار في البيت السوري. طيب لن تختزل اي امكانية لاشعال النار في البيت السوري، معناها نتحدث عن طريق الى الحرب، يعني عندما نتحدث بان سوريا الان جاهزة لترد على اي اعتداء اسرائيلي، بالتالي لن تنتهي الامور عند رد على اعتداء. سيدتي. نعم. سيدتي. يعني السيد الرئيس الأسد خلال لقاء مع صحيفة أرجنتينية تحديدا قال بأنه يرى بأن احتمال التدخل العسكري من جانب الغرب بات احتمالا واضحا. صحيح. ويتهم إسرائيل بدعم المسلحين في بلاده. وطبعا هناك تفصيل لهذا الحوار تستطيعون أن تقرأوه على موقع وكالة سانا، هو لقاء للسيد الرئيس وفيه الكثير من الآراء. هذه الآراء رغم الارتياح للتفاهمات تحديدا الروسية الأمريكية، لكن تحي لك بأنه نحن نضع بعين الاعتبار بأن يكون هناك لدينا احتمال
الحرب، لأي مرحلة هذا الاحتمال حقيقي مقارنة بالعملية السياسية التي نتحدث عنها؟ أول شيء اسمحي لي بس، أول شيء أعطيني وقت مثل ما قلت دقيقة، وثاني شيء بدي أرد على نقطة. بس أنا رح أطلب منك كمان طلب. أنا الوقت كله لكم، ما أنا موجودة مشان أنتم تحكموا، مشان أكيد ناخذ منكم الوقت، لكن بس بدي نحكي بالوضع الحالي، ما بدي نرجع لتفصيلات. ما في تفصيلات، لا بالعكس نحن عم نحكي كلام استراتيجي. هلا أول شيء في نقطة مهمة بدي أرد بس على الدكتور حيان، الموضوع روسيا موضوع غيره، مش أنا اللي صرحت، كثير من المسؤولين الروسيين قالوا صرحوا بأن الدفاع عن دمشق هو الدفاع عن موسكو. كاترينا الثانية تماما ثاني تماما تماما. وبالنسبة لل يعني الوضع الآخر إنه نعم. يعني إنه هذا المشروع الإسلامي يتهدد من يعني الذي يمتد من المغرب العربي من جاكرتا من طنجة إلى جاكرتا وصولا إلى شيشان، الإسلام السياسي طبعا اللي عم يطرح حاله بديل عن المشروع القومي اليوم. إيه طبعا، فهذا كمان بيهدد المصالح الاستراتيجية الروسية. بالنسبة لنقطة إسرائيل، يعني أنا بعرف إنه ليش بستغربوا إنه مثلا انه اسرائيل ضربت، يعني احنا ما مستغربين، احنا مستغربين انه ينحكى عن الحل السياسي في ظل هذه الاعتداءات التي الان سنقوم بالرد عليها. ما هو هذا الصراع الشرس، انه عم يستخدموا فيه كل الادوات وعم يمشوا في كل الاتجاهات، الاتجاه السياسي والاتجاه العسكري والاتجاه الميداني والاتجاه الاقتصادي. يعني امبارح مثلا اضافت امريكا 3 شخصيات مدنيه سوريه، واضافت قناه الدنيا واضافت مؤسسه الطيران على لائحه العقوبات. طيب اذا كنتوا عم تحكوا من بالاسبوع الماضي كان جون كيري مع لافروف واجتمعوا وقرروا انه طلعوا يا لطيف انه بس يعني هي دليل على كلامنا بانه كانه الحكي السياسي كله يتغير تماما. يعني ثاني يوم او اليوم اللي بعده صرح اوباما بانه يحتفظ بجميع الخيارات الدبلوماسيه والعسكريه للتعاطي مع سوريا اذا ثبت ان استخدام سوريا للسلاح الكيماوي. طيب جوهر الصراع في المنطقه هو الصراع العربي الاسرائيلي، والصراع العربي الإسرائيلي مختصر في سوريا، سوريا تحديدا، يعني هي دولة المواجهة الوحيدة طبعا مع فصائل المقاومة الأخرى اللي كانت مشكلة منها اللي هي حزب الله حماس وبعض الفصائل الفلسطينية الأخرى والأحزاب وبعض الفصائل الوطنية اللبنانية. هاي هو جوهر المقاومة طبعا بالتحالف مع إيران اللي هي دولة إقليمية واللي هي تدخل في صراع استراتيجي أو عداء استراتيجي مع الدولة الصهيونية. طيب هذا الصراع مفتوح، هذا كان في مرحلة استاتيكية معينة في هذا الصراع استمرت هادئة سلمية نتيجة كانت وجود قوة الدولة السورية ونتيجة ما كان في مؤامرات أو كان في مؤامرات كان في مواجهات لهذه المؤامرات بشكل أو بآخر. يمكن كانت تأخذ وقتها تنضج تماما لأنه نشوف نحن من الحصار من عام يعني 2005 و2006 وصولا إلى الآن، دائما كل عمر سوريا مهددة وكل عمر محاصرة. جوهر الصراع الحقيقي هو الصراع العربي الصهيوني. كل لحظة ممكن يضعف فيها الخصم فأكيد هذا العدو الشرس راح يستغل الفرصة ويضرب، فما بالك إذا كان هذا العدو الشرس هو متحالف مع ومتصالح مع هذا المشروع الخطير اللي عم ينطرح في المنطقة كلياتها. يعني اليوم في إعادة رسم جيوسياسية واقتصادية، مش بس جيوسياسية يا جماعة، يعني إنه حتى بالمستوى الاقتصادي، يعني بالمعنى هلأ هون في دور اجتماعي للدولة، هون في مثلا اقتصاد مركزي، هذا بده يلتغى، بده يصير اقتصاد ليبرالي مفتوح، اقتصاد معولم، يعني يتبع إلى السياسات العولمية والأمريكية الحديثة، يعني يدخل ضمن منظومة العولمية. هذا ما يريدونه طبعا. يعني بمعنى إنه هذا المشروع هو 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 حملة تغييرية شاملة بنيوية عميقة في كل المستويات، ليس فقط على مستوى الهوية وعلى مستوى الانتماء وعلى مستوى الأرض، وكل هذا يتقاطع مع تطلعات إسرائيل ومصالح إسرائيل. يعني تقريبا اختزال هذه الدول وتصغيرها إن لم يكن تقسيمها فإضعافها إلى الحد الأدنى، لتبقى إسرائيل هي القوة الأكبر. إسرائيل لما شافت أنه في انتصارات للجيش وكفت سوريا أو النظام في سوريا ترجح على موضوع الصراع الداخلي مع الإرهابيين المسلحين. نعم. فبالتالي هي صراع الدولة مع الإرهاب هي اضطرت يعني هي تدخلت لإعطائهم مزيد من القوة، المزيد من الزخم. هذا أمر طبيعي وواضح تماما. بعطيك مثال بسيط جدا يثبت هذا الكلام. في عام 2006 في تموز 2006 قامت إسرائيل بحرب شرسة جدا لمدة 33 يوم على جنوب لبنان. نعم. مات قتل فيه أو ارتقى فيه 1200 شهيد ودمرت الضاحية وأسقطت قنابل بحجم 3 مرات قنابل ناجازاكي اللي أسقطت في اليابان. نعم. من أجل ماذا؟ من أجل جنديين أسروا من قبل حزب الله؟ الهدف هذا كذب. إذن كان هناك بعد 2000 سحبت إسرائيل من الجنوب، صار في هناك مشروع دولة في لبنان تنهض. مشروع الدولة هذا استراتيجيا في علم السياسة هذا يشكل تهديد استراتيجي لإسرائيل فيما بعد، بمعنى أنه هاي الدولة عم تقوى، تشكل جيش لبناني،
عم ياخذ اسلحه، صار عنده عداد، صار في حركه اقتصاديه قويه، صار في تبادل رسامي الاموال، صار في مؤسسات، صار في حركه سياحيه، صار هذا استقطاب. ما اعطى احساس بالخطر لدى المحور الاخر. هذا بالمفهوم السياسي خطر استراتيجي على وجود اسرائيل نفسه. طيب. لانه هي الدوله اذا قوت صارت بتهدد اسرائيل. طيب. ممكن تتحالف مع سوريا، ممكن في وضع اسرائيل اليوم الذي يخشى كل هذه الامور التي تقول عنها، ان كان انتصارات الجيش العربي السوري، القوه في محور المقاومه، زياده تعاضده مع بعضه، موضوع حتى سوريا بانه الان تقول بأن بلد مقاوم وفتحت جبهة الجولان، في ظل هذه المخاوف وفي ظل تهديدات إسرائيلية وكلام حتى من محللين وخبراء أمريكيين عن أن إسرائيل ترغب بتكرار موضوع العدوان، فرصة التوافق الروسي الأمريكي أين؟ يعني لماذا تقول سوريا أنا مرتاحة لتوافق روسي أمريكي مع أنه الكلام اللي حكيته حضراتكم أستاذ عماد ودكتور حيان بيحي لك بأنه لن يحصل هذا التوافق ولن يكون له نتائج؟ لا نحن ما هو شوفي هذا الموقف الأمريكي المنزاح اللعوب الكاذب الغشاش هو من بداية الأزمة اليوم، يعني كنا نشهد حتى في الإدارة الأمريكية السابقة أيام كانت كلينتون. نعم. وكان تناقض في الأقوال، تناقضات في التصريحات. ستستمر جدا. لا ترى توافق تماماً. حقيقي أنا لا أمريكي. أنا لا أرى توافق، هم يلعبون على جميع الخطوط، يعني يلعبون على على المسار العسكري الميداني كما يلعبون على المسار السياسي كما يلعبون على المسار الاقتصادي كما يلعبون على مسارات الحصار، وصولا إلى تحقيق على الأقل إن لم تكن غاياتهم كلها فعلى الأقل الجزء الأكبر من غاياتهم. ضمن هذا الإطار أو ضمن هذا الهدف سيندرج في ذلك تدخل إسرائيل. نعم. في اللعبة بهذا الشكل القذر الذي تمارسه، تدخل إجهاض فكرة الحل السياسي عن طريق سد هذه الزريعة. كيف سد هذه الزريعة؟ مثل ما حكينا من شوي انه نحن بتكون مؤتمر تفضل هي مؤتمر بس نحن السقف تبعنا كذا، نحن ما بيمشي الحال والله الرئيس بشار اسد بمرحله لا اذا عقد يعني طبعا هي اذا عقد هي طبعا عقد. يعني عرفت كيف؟ واليوم اليوم هلا الاسبوع القادم في لقاء في تحضيري لدول ما يسمى اصدقاء سوريا، بعض العناصر الفعاله منهم تركيا وقطر في الاردن. نعم. سيعقد في الاردن يمكن الخميس القادم للتحضير للخروج. الخروج بتصور انا برايي هم يحضرون الخروج بتصور لافشال هذا المؤتمر، يعني الافشال بهذا المؤتمر. بمعنى هلا نحن شايفين هلا الوضع السوري، اذا اخذنا بعين الاعتبار خلينا نحن نكون يعني مراقبين من الخارج، شو زعجهم الوضع السوري؟ شو زعجهم؟ سوريا عم تتدمر، عم يدمر اقتصادها، عم تستباح ارضها، عم يقتل شعبها، وبدون ما يكلفهم اي شيء عبر ادوات تافهه بسيطه مستلبه، كائنات تاتي من الخارج وكائنات موجوده في الداخل موظفه بطريقه عفنه بطريقه قذره. نعم. طيب شو عم يزعجهم؟ فمعناتها هن بيستمروا باللعبه الى اخر حد، وهن بيسدوا كل المسارات، نحن عم نطلب حل سياسي، دوليا عم ينطلب حل سياسي، المانيا عم تشد بالحل السياسي، النمسا عم تضغط باتجاه حل سياسي، كل الدول عم تضغط بحل سياسي، هم صاروا اصبحوا في موقف محرج عالميا، يعني اليوم هن الغرب ما عاد في ضل واقف عم يساند او عم يدعم بشكل علني. محرج من مين؟ محرج من محرج مين؟ محرج لك شغله من الصور، مثل ما حكينا هلا شغله مهمه جدا جدا وحكينا سابقا، موضوع انه فرنسا في رأي جمعي عام في فرنسا لما بيقول والله فرنسا عم تدعم مثلا نفسه تنظيم القاعده في سوريا وتحاربه في مالي، في بلجيكا السيناتور ما بعرف شو اسمه من ثلاث اسابيع طلع بالبرلمان البلجيكي وادان الحكومه البلجيكيه. نعم. ادانه قاسيه جدا جدا وطالبها. نعم. بالتدخل حتى. نعم. فاذا هون صار في احراج بالراي العام الاوروبي. اما هذا الاحراج هم ماذا يقولون؟ يقولون نقبل بمؤتمر او يجب ان تحل الازمه في سوريا حلا سياسيا، بالاضافه طبعا الى خشيتهم من امتداد الارهاب، يعني اليوم في تفجيرات في ليبيا. طيب. امام خلينا على التفجيرات السورية، خلينا معلش أستاذ عماد. ايه. تفجيرات التي حصل التفجير الإرهابي الذي حصل اليوم في ركن الدين، معنا مندوب الأخبار من هناك عصام محمود موجود هناك ذهب إلى مكان التفجير، ولدينا بعض الصور التي سنعرضها أيضا عن مكان التفجير، لكن أنا هنا أقول بأنه الصور التي تشاهدونها هي صور منتقات ليست هي الصور كاملة، لأنه لا نريد أن نعرض قساوة الصور بشكلها الواقعي. بعض الصور بالإضافة إلى معي على الهاتف أظن الآن مندوب الأخبار عصام محمود. عصام، ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن هذا التفجير؟ نعم ليسار، تحية لك ولضيوفك الكرام في الاستديو. نحن الآن في موقع التفجير الإرهابي الذي وقع على أوتوستراد ركن الدين الفيحاء
قبل إشارة أفران ابن العميد، تسمى هذه الإشارة بإشارة أفران ابن العميد بجانب جامع طارق بن زياد. اليسار يعني أعتقد أن الصور قد وردتكم إلى المركز الإخباري والصور قاسية جدا. اليسار هناك مركز انطلاق لحافلات البولمان في المنطقة التي حصل فيها التفجير نجم عن عبوة ناسفة كبيرة، يعني لم أستطع أن أصل إلى معلومة بوزن العبوة الناسفة ولكنها كبيرة جدا وحجم الانفجار كان كبير جدا. الانفجار وقع في هذه المنطقة، هي منطقة سكنية بامتياز، بجانبها جامع وعدد من الأبنية. أعتقد أن الصور التي لديكم تظهر هذا المكان جيدا. وأيضا كما قلت يعني مركز الانطلاق البولمان، حافلات ينتقل إليها بها السوريون من محافظة إلى أخرى بعد أن نقل كراج البولمان من منطقته في القابون. اليسار الحصيلة الأولية للتفجير هي 3 شهداء و10 جرحى، حالة بعضهم خطرة، فلذلك عدد الشهداء مرجح للزيادة. اليسار يعني الصور قاسية والمشهد هنا قاس جدا اليسار، والإرهاب يضرب مجددا العاصمة دمشق. لكن جميع من التقيتهم اليسار من المواطنين السوريين الذين تجمعوا في هذا المكان أكدوا بأن هذه التفجيرات الإرهابية لن تثنيهم عن رفضهم لهذا الإرهاب وعن محبتهم لوطنهم وعن متابعتهم لأعمالهم. اليسار معلومة يعني أود الإشارة إليها بأن هذا التفجير وقع التفجير من بعده قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفكيك عدد من العبوات الناسفة، بين 3 أو 4 عبوات ناسفة على جانبي الطريق. إذا كانت المخطط بأن يحدث أول تفجير تتجمع الناس وتجمع المواطنون والمدنيون ومن ثم التفجيرات الثاني والثالث والرابع، ولكن الحمد لله كانت وحدات الهندسة والجيش العربي السوري بالمرصاد لهذا المخطط وقامت بتفكيك هذه العبوات التي كانت معدة للانفجار. اليسار كما قلت لك المنطقة مدنية بامتياز، والمنطقة يعني في معلومة أيضا اليسار تناقلت، يعني أنا وهناك يعني سمعت من بعض المواطنين بأن قنوات مثل الجزيرة والعربية تناقلت أخبار حول هجوم على هذه المنطقة أو إطلاق نار في المنطقة. أؤكد بأن لا وجود لأي إطلاق نار ولا أي اشتباكات في المنطقة، فقط عمل إرهابي جبان وهو زرع عبوات ناسفة ومن ثم تفجيرها عن بعد. يعني هذا العمل الذي شاهدناه ونشهده في سوريا، هذه الأعمال الإرهابية التي أودت في 3 شهداء و10 جرحى كما قلت لك كحصيلة أولية. نعم عصام، أنا فقط أريد التأكد من معلومة، يعني أنت قلت بأنه عبوة انفجرت وبقية العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على جوانب الطريق فورا تم تفكيكها من قبل القوات المختصة، لكن أريد أن أسألك العبوة التي انفجرت هي أيضا كانت على الطريق أو أنها كانت مزروعة بسيارة معينة؟ وين بالضبط كانت مزروعة؟ كانت بعبوة ناسفة بحجم كبير جدا اليسار، كما أفادني مصدر عسكري من هناك، كانت مزروعة بقلب سيارة مركونة في هذه المنطقة. اليسار المنطقة يعني هناك جامع، هناك إشارة مرورية، يعني كراج للبولمان، أبنية سكنية تضررت نوافذها وتضررت واجهات هذه الأبنية من التفجير، يعني منطقة مدنية ممكن أن يمر. أنا شاهدت بهم عيني اليسار بعض الصبايا وبعض الشباب كانوا عائدين إلى بيوتهم بعد هذا التفجير، وحالة الهلع يعني التي أصابت هذه المنطقة السكنية، ولكن بعدها بدقائق تجمعوا وأصروا على الوجود في هذا المكان وترحموا على الشهداء وأصروا على أنهم سيتابعون حياتهم رغم أن في الإرهاب ومن يدعم هذا الإرهاب. الرحمة لشهداء الوطن اليسار من مدنيين وعسكريين، والشفاء العاجل لجرحى سوريا وجرحى الوطن. شكرا لك مندوب الأخبار عصام محمود، كنت معنا من مكان التفجير الإرهابي من ركن الدين، والحديث بأنه عبوة ناسفة بوزن كبير زرعت في سيارة أدت إلى هذا التفجير. كان هناك المزيد من العبوات الناسفة التي يخطط لتفجيرها، لكن قامت قوات أو الجهات المختصة بتفكيك هذه العبوات. وهنا أريد أن ملاحظة ذكرها مندوب الأخبار بأنه فكرة عندما يحصل تفجير لا سمح الله، يعني إن شاء الله ما بيحصل المزيد، لكن إذا حصل بأنه الناس لا يجب أن تذهب وتجتمع في هذا المكان، لأنه دائما الآن يعمل على أنه تجتمع الناس ومن ثم يقومون بتفجير آخر. أكيد الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، أتمنى ألا يزداد عدد الشهداء كما قال زميلي عصام بأنه ربما هو في ازدياد لأنه العبوة كانت بوزن كبير. يعني دائما دكتور حيان أستاذ عماد تماما، يعني عندما نتحدث في
الشأن السياسي ويكون هناك على الأرض هذا العمل؟ كما قلت هي حرب، والحرب دائما فيها استهدافات وفيها ضحايا وفيها هذه الحوادث، لكن يبقى يعني ما يعني عندما أقول أنا للشعب السوري، سوريا الآن في وضع معين، هي في وضع بلد مقاوم تتعرض لعدوان، تتعرض لي وتحاول أن تفشل مشروعا استعماريا صهيونيا كبيرا، لكن بالمقابل يعني عندما أدخل هكذا حرب ألا يجب أن أكون محصن بشكل أكبر من الداخل؟ يعني هنا التحصين إن كان أمني، إن كان اجتماعي، إن كان اقتصادي. دكتور حيان، طبعا الاقتصادي نتركه للآخر، الآن أتحدث يعني فورا، لا لا يعني لن يسامحنا أحد إذا تابعنا حديثنا ولم نتحدث بأنه يجب أن يكون هناك تحصين أمني أكبر. يا أخت اليسار، أقول لك وبصدق، أولا سأربط ما قلت سابقا بما شاهدنا. نشدتك بالله، كيف تحاوري هؤلاء المجرمين؟ ألا يجب علينا كباحثين سوريين أن ندخل في القاموس السياسي تعريفا جديدا للحوار؟ هو الشعب السوري دكتور حيان في جزء كبير منه رافض حوار هؤلاء الإرهابيين، يعني هي الحكومة عندما قالت أنا أحاور كل من يجلس على طاولة الحوار، الشعب السوري انتعض من هذا الرأي أحيانا، طبعا ليس جميعا. كل من يرمي السلاح. نعم. وصدرت عدة مراسيم بهذا الموضوع. وصدرت عدة مراسيم. اثنين، حول التحصين، صدقا أخت اليسار، ما جرى على سوريا لو جرى على الولايات المتحدة الأمريكية لأنهاها. يعني تصوري، أنا هنا، أنا كل يوم صباحا عندما أستيقظ أقرأ ما يكتبه ثعلب السياسي الأمريكي كيسنجر. كيسنجر يقول لا يمكن تحطيم سوريا هذا الشهر الماضي إلا من الداخل، هي دولة ليست نفطية لكن لا يمكن تحطيمها إلا من الداخل، ويقول سيلف ديستركشن، التدمير الذاتي، ولا يمكن أن ندخل إلى سوريا إلا عن طريق الميكافيلية، والميكافيلية هي مبدأ أساسي بالسياسة الدولية. هو يقول الغاية تبرر الوسيلة. هؤلاء عندما أتوا إلى سوريا لاحظوا تماما، وهنا وسأكون أو ما بعرف إذا كان الأستاذ عماد يتفق معي، أن المؤامرة وأعمال هذه العصابات بسوريا بدأت قبل أن يعني سقط شهداء، قبل 15/3/2011 عمل سوريا الشخصي، وأنا أعرف قسم كبير منهم. إذن سقط شهداء، شهداء على الأرض السورية. نعم. نعم. من العصابات الإجرامية قبل 15/3/2011، لذلك هي كذبة كبيرة إنه كانت سلمية في بدايتها. موضوع آخر. نعم. الموضوع الثاني. نعم. التحصين من الداخل، أنا أقول دعينا أيضا بكل صراحة، شعب يصمد سنتين والآن وثلاثة أشهر أمام كل قوى الشر العالمي، رأس المال المالي، قطر محمية صغيرة، مشيخة، يعود قانون إلى العصور الوسطى، إمبراطورية غازي، وضعت كل إمكانياتها المالية لتدمير الدولة السورية لأسباب شرحناها سابقا أو تحدثنا عنها سابقا، هو مشروع الغاز الذي دفع بأمير قطر الحمد الصغير والأصغر وموزة للانقلاب على والده. اثنين، هناك دول جوار، يعني عندما تضع الخارطة الجيوسياسية اللي تحدث عنها الأستاذ عماد، حدودك مع تركيا، وأن ينقلب هذا من كان صديقا بالأمس وكان يخطط للغدر ينقلب عليك بحدود طولها 805 كيلومتر، هناك حدود مع لبنان وسياسة النائب النفس وغيره، هناك حدود مع الأردن، هناك حدود بحرية، كل هذه الحدود في لحظة ما جيشت مع شيكات مجيرة مسبقا، وأقول لك أكثر من هذا، هناك مزاد علني لاستئجار مجرمين وإرسالهم من دول أخرى إلى سوريا. طيب، ثلاثة، سوريا تعرفي ليست دولة نفطية، بالعكس ليس سرا إذا قلنا أن الفاتورة النفطية في سوريا مدينة وليست دائنة، ونستورد أكثر مما نصدر اليوم ولا من، لا لا، من 2007. نعم. يعني مرة غلط أحد المسؤولين قال اليوم، لا هو من 2007 حسب الأرقام الرسمية، نحن فاتورتنا النفطية مدينة وليست دائنة، وقوة سوريا هي بفسيفساء الاجتماعي وتمازج الاجتماعي، وحتى التنوع فيها هو غنى ثقافي تاريخي، ومن هنا قال كيسنجر أنا أستغرب كيف تصمد سوريا. طيب، كل هذه الأمور أقول لك نعم سوريا صمدت. سأذهب أكثر، يقول بعض، وهذا ما يسأله أيضا كيسنجر، طولوا بالكم يا زعماء الغرب، أنتم مضللين، لم ينشق بين قوسين، وأنا أقول على أن من هرب من مواقع المسؤولية في سوريا وليشهد الله هي تطهير للذات. طيب، هي أن الجسم يطهر نفسه. نعم. إذن سوريا بكل المؤشرات صمدت. نعم. تذكرين آخر عبارة، تذكرين فضل.
بعام 2011 ب 15/3/2011 عندما انفجرت المؤامرة، قالوا بعيد الفطر راح نحتفل بالشاب. نعم راح عيد الفطر. نعم. قال لا كنا غلطانين عيد الأضحى. راح عيد الأضحى. قال لا كنا غلطانين براس السنة. نعم. وبدأت المواعي. سوريا أقول لك الحقيقة انتصرت، لكن هذا لا يعني، وأخشى من أن تسأليني هل انتهت؟ لا ما انتهت، لكن المؤامرة مستمرة، والمؤامرة كما ذكر السيد الرئيس المؤامرات كالفيروسات، وتذكرين كيف تم تشويه هذه الكلمة من قبل الصحافة الغربية وغيرها. أقول سوريا انتصرت، لكن هذه الأهداف يعني أنا آسف لاستخدام الكلمة الرخوة التي لا تمتلك من ذاتها إمكانية المقاومة والدفاع عن نفسها، ستتعرض من هؤلاء المجرمين لأن هؤلاء، لكن هذه مسؤولية الدولة. وقبل ما تجاوبني بنتقل نعم برجع لك دكتور حيان، أنا ظلمت اليوم للسابع، ما تخليني أعطي كمان، رح أرجع لك بتاخذ وقت. لا لا أنا رح أرجع لك أستاذ، أريد أني أنا أحكي اللي أنا لا عاد أنت أنا وياك لا انا هو المسؤول يمو عليكم علي انا عايز حاله لا ايه صح خليني بس اخذ منك فكره رح تترك بس بدي اعقب على شغله تماما اعقب على كلامه بس لاقلك شغله يعني انا كل ما عم بسالكم عما يجري في الداخل انتوا الاثنين حضراتكم ومو بس انتوا يعني اغلب المحللين السياسيين فورا بيروحوا للحديث عن الخارج عن المؤامره الخارجيه اللي هي واقعيه ولا احد ينكرها ولا يتحدثون عن الدول لكن حتى الان يعني دائما نتحدث بانه سوريا قاومت انتصرت بتجانسها بشعبها لكن أليسوا سوريين الذين يقومون بهذه الأعمال؟ طيب شوفي لا لكن خلي جاوب يا دكتور يعني إبراهيمي يعني شو المطلوب يعني شو يعني شو المطلوب يعني أنت لوين بدك توصلي يعني لتحسين الداخل يعني بدي أوصل أنه هذه الصور التي رأيناها واللي نحن خبينا الصور القاسية جدا التي لم نحاول أن نعرضها لقصوتها على المشاهدين يعني دائما نتحدث بأنه سوريا فعلت ما عليها وانتصرت وهناك التجانس لا لا هذا حكي انا ما كثير بتفق معه طبعا انا نتحدث انه تنتصر فقط عن المؤامره الخارجيه لكن اليست لدينا مشكله داخليه حتى الان بدليل حدوث هذه التفجيرات أكيد ماذا نفعل مع هذه المشكله هون سؤال بس المشكله الداخليه هي كمان من تجليات وارهاصات هذا الصراع يعني هذه الحرب يعني الحرب الكونيه هلا بدي اقول شغلتين بس هلا اول شيء تعقيب على موضوع الفلسفه الميكافيليه اللي عم يشتغلوا فيها هنون واللي اشتغل فيها معي اللي عم يشتغل فيها كيسنجر والإدارة الأمريكية بشكل عام واللي هي سياسة الزراعة إنه الغاية تبرر الوسيلة أنا راح أضيف عليها شغلة قاعدة فقهية في زريعة في إيديولوجيا هؤلاء هذه الفصائل الدينية المتطرفة في الإيديولوجيا تبعهم تقول القاعدة الفقهية يعني قاعدة فقهية يعني شبه خط عام يعني لا يمكن تجاوزه وتقول الضرورات تبيح المحظورات من هون هنون ما في مشكلة إذا دخلت تركيا إذا ضربت إسرائيل إذا أجت أمريكا الضرورات تبيح المحظورات يتفق تماما مع الفلسفة الميكافيلي عرفتي كيف هاي مسألة كارثية جدا في مقولة كتير شهيرة من أكثر من عام وشهرين حكاها كيسنجر بأحد تصريحاته يقول فيها من لا يسمع طبول الحرب العالمية الثالثة تدق فيجب أن يذهب لفحص أذنيه فأنت دبنا يعني نحن عم نحكي إنه صراع كبير نحن ما عم نختصر بس فقط بموضوع المؤامرة هلا بالنسبة لمستوى الداخل بالمستوى يعني مستوى الداخل اليوم الدولة قامت بكتير يعني قامت بكتير آليات ووضعت أدوات حماية وجندت الكثير من العناصر حتى شكلت جيش وطني رديف للجيش النظامي وحاول وطوعت الكثير من الناس في مناطق عديدة جدا ربما في دمشق لم يكن هناك مجال واسع مثل مناطق أخرى لا أدري أنا بهذه الآليات أو هذه التكتيكات ولكن أنت ستيلي صار عم تشتغلي ضمن حالة أهلية ضمن تجمعات سكانية ضمن أبنية فيها مئات العائلات وبنفس الوقت مطلوب منك أنت تحافظي على أرواح الأبرياء لأنه بالنهاية هاي الأبنية اللي عم يصير في قدامها تفجيرات عم يروح فيها أبرياء الثلاثة اللي ماتوا هدول أبرياء شو ذنبهم يعني باص عم يروح مثلا عم ينفجر على الطريق مثلا أو عم يستهدفوا بقذيفة RPG أو مثل ثلاثة أيام لما فجروا الطريق النبك يعني فجروا الطريق يعني فجروا الأسرة الدولي يعني أنت تخيلي عندك ملايين السيارات تخيلي عندك ملايين الأشخاص اللي عم تتحرك يوميا أنت هي يعني كيف بدك تستنبطي آليات مثلا لاكتشاف هذه الحالات اللي عم يحصل المشكلة اللي عم تحصل انه احيانا في بيئات كتير مثلا هادئة كويسة هلا فرضنا ركن الدين ربما يكون فيها 100 واحد
من هدول الرازلين الارهابيين. هلا هي فيها مليون مثلا قاطن، بس فيها 100 واحد، هال 100 واحد موجودين بهي البيوت وانت ما بتعرفيهم، يعني كيف بدك تعرفيهم؟ يعني بدك تنطفي المليون واحد حتى تعرفي توصلي لهدول ال100. هدول ال100 عم يشتغلوا بعمل داخلي، يعني عم يركبوا متفجرات وعم يشتغلوا بهندسات كيميائيه، عم يجيبوا خبراء من ما بعرف منين، ما كان في منهم هن نفسهم يعني خبراء بهي القصص، وعم يجوا احيانا في سيارات كثير مثل التفجير اللي صار بالفيحاء. التفجير اللي صار بالفيحاء يعني منين اجت السياره؟ السياره واضحه يعني في فان مركب في شو اسمه، شو بيسموه هذا، اظن تبع حمام كبير، في اكثر من 10 او 11 واحد، كان في 1500 كيلو، يعني هي استحيل تمرق على حاجز. طيب اذا مرقت على حاجز ونقول احد ضعاف النفوس مثلا تم شراؤه، طيب الحاجز الثاني الثالث الرابع، فاذا هذا بدل انه هذا الشيء عم يتحضر داخليا. طيب داخليا انت بدك جيش وعدد يعني من الامن بالملايين حتى تقدري انت تضبطي حركه الناس، يعني في حركه حياه بدها تستمر، الناس بدها تطلع على شغلها، الناس بدها تروح على بيوتها، الناس بدها تتسوق، الناس بدها تطبخ، بدها تاكل، بدها تشرب، بدها تزور بعض. لكن فبالتالي انت بكل يعني لحظه قاسي انه كل سوري يخرج من بيته لا يعرف. هلا قاسي، طيب انا بعطيك، طيب انا بعطيك مثال معاكس، انا بعطيك مثال معاكس، العراق مثلا. العراق ما فيها أي، العراق بلد تعرض للحرب سنوات، تعرض للحرب 10 سنوات، بس تغيرت فيه الحكومة والمفروض انه في جيش وفي اجهزة امنية. مو مع ذلك معروف انه الجيش العراقي حل. طيب ماشي، لا رجعوا هلا شكلوا الجيش، هلا هو ما مثل الجيش اللي كان سابقا، بس مع ذلك يوميا 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 في عشرات التفجيرات في مناطق متعددة من بغداد. طيب ليش ما عم يقدروا يضبطوها؟ بالعكس الوتيرة التفجيرات في العراق تزداد كثيرا، اكثر يعني حتى اكثر من سوريا بكثير. هي ازدادت تحت وطأة الازمة السورية تحديدا، بس يعني لا حتى من قبل هي فيه، يعني انا ما بعرف، انا ماني اختصاصي بالامن ولا ما عندي يعني معروف يعني بالامن التكتيك، يعني هو عبارة عن تصور، يعني هو عبارة عن تصور، بس انا بتصوري لولا هؤلاء الجنود البواسل وعناصر الامن الـ يعني شو بدي اقول، يعني الحقيقة ناس تستحق انه ينعمل لها تماثيل، يعني لانه بلحظة معينة كانت بوضع ما مسترخي ويعني وتمارس نشاطها وفوقيتها على المجتمع بلحظة ما، باعت يعني باعت حياتها ودفعت ثمن او جاهزة لو عندها فوقية ثمن على المجتمع. استاذ عماد ما كانت هلا عم تضحك كرمال هي عم نحكي انه هي بلحظة ما، يعني ما بتمرق هي الكلمة خاصة بهيك ذره، مش مؤسسة فوقية، مؤسسة فوقية يعني تمايز لا متفوق متفوق تمايز، خلينا نقول تمايز، يعني كان في منهم عناصر مثلا تتمايز عن المجتمع وتعمل كذا، العناصر السلبية موجودة في كل مكان. فهي هلا اليوم عفوا يعني وجدت نفسها بموقف جاهز لتقديم يعني حياتها ثمن انه تحمي هذا البلد وتحمي مثلا هذا الجندي اللي عم يوقف 24 ساعه على حاجز مهيئ باي لحظه انه يتم مثلا لا سمح الله ثمن قنصه مثلا من جهه ثانيه. طبعا نحكي سابقا لما كان وضع البلد بامان، ما عم نحكي هلا يعني. طيب طبعا هلا يستحقوا كل التحيه والتقدير، يعني ما تصطاديني يا ليسر، الله يخليك، ما تصطاديني بكلمات يعني احيانا تمر بسياق الحديثات عادي. ما بعرف دكتور حيان شو رايك بالكلام؟ انا اولا مع الاخت اليسار، انا دقيق جدا في استخدام المصطلحات، هذا مش مصطلح، هو مو مصطلح تمرر لغايه معينه. لكن اعود الى السؤال، اولا دعينا نكون واقعيين، لا يمكن لاي دوله في العالم ان تضمن امن الداخلي 100%، والدليل على كلامي ما حصل في بوسطن. في بوسطن والتفجيرات التي قام بها الاخوين سبايف وكانوا يعيشون في أمريكا ووصلت إلى فضيحة دبلوماسية بين أمريكا وبعض الدول. ما حصل في لندن، ما حصل في فرنسا، ما حصل في تركيا، ما إذن لنتفق. لكن أنا الحقيقة هنا سأنحى في منحى آخر، أقول أن الظروف الاستثنائية تتطلب مواقف وقرارات استثنائية، وأنه يجب أن يتحول لدينا، وأرجو أن لا أفهم خطأ، كل مواطن خفير. لأن وضع قنبلة في مدرسة، في جامعة، في كنيسة، في طريق، في باص، لا يحتاج إلى هذا العمل الكبير. وفي سوريا لنكن واقعيين، فاجأنا العالم بأن البعض شوه اسم سوريا وشوه حتى لفظة الله أكبر. من يأكل كبد إنسان تنأى عنه حتى الحيوانات وهو الله أكبر، من يهتف بالله أكبر والطائرات والطائرة السورية والطائرة الإسرائيلية تقصف، من يهتف الله أكبر وهو يقتل إنسان. إذن أقول كل مواطن يجب أن يتحول ويقول على الأقل لأضع خارطة الطريق لأحمي أبنائي. أخت أليسار، أنا قبل ما أجي لهون عم بشتغل ببحث علمي حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
تبين لي على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي هي المنقذ الحقيقي لتحسين مستوى المعيشة لكل شعب السوري اقتصاديا، الآن ما حدا ما عم يحكي اقتصاد، هي بهذه المشاريع كان هدف الخطة التآمرية على سوريا ضربة في المناطق الساخنة، لأنه كان في توجه من القيادة السورية وتوجيه بوضع هذه المشاريع في المناطق الريفية. هذا يأتي موضوع آخر لأشرحه. هلا هو أنا بس مشان نضيف أنه ما حدا عم يحكي اقتصاد بس الناس عم تحكي فقر. نعم يا دكتور حيان. إذا أقول كل مواطن خفير. النقطة الثانية، في خلايا دائمة؟ لا، ما بدنا نخدع نفسنا. والآن كل من يقصر في عمله ليس مقصرا وإنما خائنا، وسوريا تناشدنا جميعا، وكل منا من موقعه قادر أن يعطي وأن يعمل، ونتحداهم بطريقتين. الطريقة الأولى عندما نرفع راية كلنا مشاريع شهداء، والطريقة الثانية عندما نصمم على أن نعطي سوريا الأفضل لتكون سوريا الأرقى والأجمل والأبهى. في ظل هذا الظرف في خلايا نائمة، هذه الخلايا أعتقد لا يوجد جيش في العالم، وما سجله الجيش العربي السوري أعتقد سيدرس في المستقبل. لكن من قال لك على أن الأعداء نائمون؟ من قال لك على أن إسرائيل لا تفكر كيف ستلهي هذا الجيش وتحول بوصلته الحقيقية من فلسطين والقدس إلى بوصلة داخلية وتبدل الصديق بالعدو؟ وهناك عربان الآن يطرحون علنا أن إيران عدونا وليست إسرائيل. معناتها أنا هون مصطلح إفلاس المجموعات الإرهابية هو ما أريد الحديث عنه. يعني عندما أقول هذا إفلاس بالنسبة لهم هذا نصر. لا 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 لا. بالنسبة لهم عندما يقتلون ويكبرون هم يعتبرون بأنهم في حالة جيدة. لا لسا. هم من قتلوا؟ هم قتلوا أناسا أبرياء. هلا هم يعني هم يقولون دائما ويبرروا لأنفسهم من حور القرآن الكريم ومن استعان بالذات الإلهية بشعاراته لأكل كبد الإنسان، كيف تحاوريه لنخرج من هذا القنقم الفكري الذي بدأ يسيطر علينا؟ في أناس باعوا نفسهم للشيطان في كل دول العالم. من أيام نابليون بونابرت عندما استطاع أن يستأجر عميلا وجاسوسا وأتى ليصافح نابليون، قذف له بكيس من النقود، قال له أنا لا أصافح من يخون وطنه وعملاء صغار. انتبهي إلى الفضائيات، تجدين على أن أكثر الناس تطرفا وأكثر الناس دعوة لتدمير الدولة السورية هم من السوريين الذين كانوا البارحة معنا. إذا أردت ترى وفعلت بذكرهم بالأسماء، بعرفهم، بعرف تاريخهم، بنعرفهم، هم شركاء في الدم السوري، وهؤلاء تربوا في جامعات القطر وعاشوا، وبالمناسبة كان أغلبهم من أكبر النصابين، ونحن كتبنا عنهم وحكيناهم وعريناهم على شاشات وعلى الفضائيات وفي الندوات وفي جمعية علوم اقتصادية وغيرها. لن أنفعل أكثر من هذا، لكن أن ننام مرتاحين؟ لا، العدو من حولنا، إذا لم نكن يقظين سيقومون بمجموعة من الأعمال، لكن هذا العمل الإجرامي دليل ضعفهم، ولا تستطيع دولة في العالم أن تفرض الأمن 100%. إذا كان إنسان ماشي بشارع وضع قنبلة، وضع قنبلة بسيارة، مدوهم بقنابل لاصقة، بقنابل لاصقة، هناك أموال تغدق. أنا أعرف أحد أعضاء مجلس الائتلاف الوطني نام فقيرا استيقظ وبحسابه 10 مليون دولار. هناك ناس ضعاف، هناك ناس لأسباب معينة، لحقد سائري، لحق لارتباطه بالخارج. لذلك أقول الحقيقة مو من باب أني أبرر الجيش، كان الله في عون الجيش الذي يقاوم أغلب دول العالم والحرب الكونية على سوريا. هذا الجيش الرائع الذي أنا أعرف قسم، يعني ما بدي أقعد على شاشة التلفزيون. لما بنحكي على موضوع التفجيرات هي مسؤولية جهات مختصة أمنية وليس هنا في خلايا نائمة، في إجرام، في يريدون على أن يحولوا بوصلة الجيش، لكن قناعتي ومتأكد على أنها علامة ضعف وليست علامة قوة. طيب أستاذ عماد،
يعني الفكره هلا اللي بدي احكي فيها وهي رح تكون اخر فكره طبعا بلش فيها عند حضرتك، موضوع في ظل هذا الظرف، يعني اليوم كثير صعب علينا في ظل هذه التفجيرات وفي ظل الحراك العالمي الذي تحدثت ما عنه منذ بدء حديثنا بانه حتى الان لا يوجد شيء ثابت على الارض، يعني تناقضات الاقوال، اللعب على المصطلحات، اللعب على صحيح. المواقف، مزهور. يعني في ظل هذا الموضوع الرهان الاساسي لدينا نحن كسوريين اليوم يجب ان نبدا العمل به، يعني في هذه المرحله لانه حتى الصراع تغير، يعني بعد العدوان الاسرائيلي لم يعد الصراع كما كان قبل هذا العدوان الاسرائيلي. صحيح. ما يجب ان نهتم به اليوم كسوريين يعني في هذه اللحظات في هذه الفتره معينه تحديدا؟ نهتم فيه من اي ناحيه؟ يعني من ناحيه الداخل يعني؟ تماما الداخل اكيد، لانه نحن يعني انا من خلال كلامكم وصلت لنتيجه بانه لا يجب ان نراهن حاليا على الخارج ولا حتى ان نتامل منه الداخل. بالعكس يعني يجب ان نكون اكثر التزاما بالموضوع هو الرهان الداخلي. هو الرهان الاوحد اليوم هو يعني كل مواطن سوري شو هو قديش هو مسؤول، يعني قادر انه يقدم التزامات وواجبات ويلتزم بهذه الازمه ويدرك تماما حجم هذا الصراع الشرس جدا والقوي جدا، ونطلب انه يتحمل، يعني يتحمل ضمن الامكانيات كلها عم نتحمل، وكل السوريين يعني كل السوريين تأذوا بشكل عام، كل السوريين تأذوا ان كان بجانب اقتصادي او بجانب اللي فقد شهيد واللي فقد جريح واللي فقد مخطوف واللي تهجر من بيته، كل السوريين تأذوا. بس يعني حقيقه هذا الثمن اذا شفناه نحن رخيص جدا امام الاثمان الباهظه اللي كانت ممكن تندفع لو لا سمح الله صار انهيار للدوله او صار مثلا استباحه لهذه لسوريا او لقيادتها او ما اكثر ما يدفعك للخوف اليوم على سوريا. الخوف على سوريا هو نجاح هذا المشروع، نجاح هذا المشروع الخطير جدا. يعني إيه كيف ممكن يكون في لسه نقطة معينة بتعتبرها ممكن تكون نقطة ضعف، ممكن تخيفنا بأنه تعطي فرصة لهذا المشروع أنه ينجح؟ أنا أخشى طبعا. يعني أخشى من تكاتف هذه القوى الحليفة القذرة جدا، إن كان إسرائيل مع تركيا مع قطر مع أمريكا، واستباحة الأراضي السورية، يعني إن كان ليس كل سوريا فجزء من سوريا، وهذا أكيد سيناريو هو كمان يعني سيناريو موضوع، يعني سيناريو محتمل، يعني هو من ضمن سيناريوهات الصراع كلياتها، يعني ما هو مستبعد. والدليل على ذلك أنه حديث السيد الرئيس اليوم لأحد الصحف الأرجنتيني كلارين بأنه أصبح احتمالا واضحا وهم يعملون عليه منذ البدايات. وهون أنا يعني ما بعرف في شغلة إذا بتحب نذكرها لرئيس الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديبسي، شو بيقول من هذا؟ من بآذار 7 آذار 2011: إن القدرة على القيام بضربة واحدة على شكل غارة سيكون في متناول أيدينا، لكن القدرة على القيام بحملة مستدامة على المدى الطويل يمكن أن يشكل تحديا، ويجب أن يتم في سياق الالتزامات الأخرى حول العالم، يعني بمعنى التحالف مع القوى المتضامنة معهم. وأنا سأقول هذا فقط عن دفاعاتهم الجوية، عم يحكي عن سوريا طبعا، إذ لديهم أنظمة دفاع جوي أكثر تطورا حوالي 5 مرات من تلك التي كانت موجودة في ليبيا، وهي تغطي 5 المساحة، وكل دفاعاتهم الجوية منتشر على حدودهم الغربيه. يعني هون تحدث بانه فكره الضرب في مكان معين كالضرب الاسرائيلي تماما. لا هو فكره، يعني هذا بياكد انه فكره التدخل موجوده، هذا عم يحكيها قدام الكونغرس اللجنه المسلحه، فموجوده سابقا في اذهانهم من زمان. لذلك بنشوف انه هي العصابات الارهابيه سعت الى تدمير وحدات الجيش، وحدات الدفاع الجوي، يعني وحدات الدفاع الجوي كتائب الدفاع الجوي او الويتا هي عدد جنودها قليل جدا، وهي غالبا يعني تقع تموضعها شو اسمه العسكري خارج المناطق السكنية، يعني مشان احتمالات الحرب ما تكون تأذي. فأنت شو كأرهابي مثلا، أنت شو بتروح؟ أنت عم تأذي مظاهرات، هي فرضا أنه أنت تحت زريعة أنه والله عم تهاجم الجيش، أنه عم تدافع عن المتظاهرين. طيب دفاع جوي هذا شو له علاقة بالمتظاهرين؟ يعني فأنت دمرت الدفاعات الجوية وخاصة في المناطق الشمالية في سوريا. إذا بتنتبهي في كان سياسة مبرمجة واستراتيجية مبرمجة لتدمير هذه الدفاعات، الهجوم عليها كان يعطوها الأولوية للهجوم عليها، وبعد منها انتقلوا إلى الخطوة الثانية اللي هي ضرب المطارات، وبذلك بيتم أنه التمهيد انه بتصير الارض مستباحه لاي اختراقات جويه او اخرى. لذلك اليوم نحن بنعول على انه الدوله السوريه، خلينا نقول الدوله السوريه اللي هي المفروض تكون مرتبطه باصغر مواطن سوري الى اعلى مرتبه قياديه، تكون يد واحده، كتله واحده، موقف واحد، قلب واحد. الجيش العربي السوري هو الرهان الأكبر اليوم، هو الرهان الأكبر. الجيش العربي السوري انتصاراته على الأرض هي الرهان الأول والأكبر والأوحد. 2 هو المسار في موضوع الميثاق الوطني والسير بسوريا، الانتقال بكل المستويات طبعا إلى حالة أخرى، يعني
تقضي على كل الذرائع اللي استخدمها الغرب للدخول فيها والاختراق المجتمع السوري والاختراق سوريا. تحت فكرة الذرائع دكتور حيان، ونفس السؤال يعني أنا ما رح غير السؤال، بأنه ما أكثر ما نخشاه اليوم من تجاوز أو اعتداء على سوريا؟ هل هو اعتداء عسكري؟ هل هو بطريقة معينة يعني بلبوس معين ممكن أن يقوموا بعمل معين ممكن فعلا أن يؤذي سوريا، خاصة بعد وصولها لمرحلة من النجاحات الميدانية؟ وبيصير الذرائع يعني هون موضوع الكيماوي الذي يجري الحديث عنه الفترة الأخيرة وعلى لسان الرئيس الأمريكي، موضوع أيضا الدفاع عن حقوق الإنسان ووضع المعتقلين والمعتقلات، يعني الحديث عن هذا الموضوع يزداد في الفترة الأخيرة، وتهديد مباشر من أوباما بأنه نحتفظ بكل الخيارات العسكرية في حال ثبت استخدام السلاح الكيماوي. هناك خشية فعلا من هذا الموضوع؟ يعني أنا أتفق مع الأستاذ عماد وأضيف، نعم الآن ظرف غير طبيعي في سوريا كما قلت يتطلب إجراءات غير طبيعية، سوريا مجروحة، لكن لا يراهنن أحد على أننا ننسى دماء الشهداء. أنا الاعتبارات الخارجية الحقيقة من باب البراغماتية والواقعية، وأعرف تماما على أن أمريكا يهمها أمران في المنطقة، مصالحها أولا ومصلحة الكيان الصهيوني، وإسرائيل يهمها الآن على أن تخلق دويلات عرقية إثنية طائفية بجوارها لتستمد شرعيتها، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الشيء وضرب منظومة المقاومة والتي جوهرها وذرتها سوريا وإيران وروسيا والصين. لكن ما أخشى هو العامل الداخلي، دعيني وأنا على قناتكم وبكل صراحة، أنا أخشى من كذب المثقفين. يعجبني بك بالحوار أنك جريئة وتمسكي جملة من تحاورونه لتطور الفكرة، وأنا أقول هنا كذب المثقفين. وعندما أرى بعض المثقفين الذين في لحظة في ليلة في يوم باعوا أنفسهم للبترودولار لحفني من الدولارات، وبدأت أكاذيبهم تنطلي على الجميع، لن أدخل في التسميات ولا مانع لدي من الدخول. أنا أخشى من أن لا نعطي الوقت حقه. أنا الوقت، نعم أنا أعتبر، ويمكن سيادتك قلتي حوار بالفساد، أنا وجهة نظري وحاولت أن أتصل لأعبر كلمتي، أحيانا عدم تأدية الواجب أو إهمال كتاب ما وعدم المتابعة قد تكون قد نتائج الكارثي أكبر من أكبر قضية فساد. هنا لا أبرر الفساد، وأحيانا البعض يغمز ويلمز لأنه والله ما بيطلع بيدي، ما في حدا غير بيطلع بيده، وأحيانا البعض قد يغمز ويلمز ويقول على انه هذا القرار لا علم لي، ما لك علم، ما لك قدرة، ترك كرسيتك وامشي. في 100 واحد بحل محلك طبعا، ونكون في 100 واحد بحل محلك، دعينا نكون جريئين نعم. وصريحين. بس انا ساعدوني بالوقت لانه وقتي نعم. تقريبا الدقائق الاخيره مشان الحقيقه يعني انا تجير المسؤولية اللي حكيت عنها كثير بخاف منها. النقطه اللي بتقلقني هي العامل الاقتصادي. بالضبط، العامل الاقتصادي أصبح هما يوميا يجب أن نواجه مواطننا بكل أريحية، وكما أن هناك فدائيين على الجبهة التي تكلم عنها الأستاذ عماد ويودون أروع رسالة، يجب على أن يكون هناك فدائيين اقتصاديين. والفكرة الآن مطروحة، ومع أحد المعارضين في الخارج ظهر هذا اليوم قلت له لماذا لا تطرح أفكارك على الإعلام السوري، وأنا فعلا لا أجاملكم، تطرح قضايا لم نكن نحلم بها في يوم من الأيام. العامل الاقتصادي، هنا أدعو بعد هذه الأربع مرتكزات وأرجو أن لا أفهم خطأ إلى العودة السريعة لهيبة الدولة. صحيح، العودة السريعة لهيبة الدولة. 2، المحافظة على الثوابت السورية. الخيانة ليست وجهة نظر، من يبدأ أن أختلف أنا وأنت هل تطبقين اقتصاد السوق الاجتماعي والاقتصاد السوق الليبرالي، لكن ما منختلف أنه الأرض السورية مقدسة وكل ذر التراب منها مقدسة، وإذا إجا عدوان خارجي كما سألتيني فبدنا نقلع الطقم والجرافيت ونلبس البدل العسكري ونروح نقاتل، هي ما بنختلف عليها. 3، كما أخشى كذب المثقفين جوا، يا أختي في كذب علني. اجتمع كيري ولافروف، وانا تابعته بالروس، قديش معي وقت ولا اسال، والله هو الوقت عمليا خلص. تفضل. طيب، طار بالطياره كيري، وصل الى امريكا بجولته كذب 7 كذبات، انا مسجل هون عندي لا وقت. 2، كيري استلم باذار، جاء جولته
بكل دولة، 9 دول كان يزورها، بكل دولة كان يصرح تصريحات تتناغم مع الرأي العام لها. 3، امبارح كان اجتماع بين وزير الدفاع الامريكي وبين رئيس الاركان، كل منهم صار هؤلاء مغمورين. فإذن لا نعول كذب عليهم. أنا لا أعول إلا على الداخل، وبالتالي الآن الخطأ المقصود يتحول إلى خطيئة، والخطيئة خيانة. آخر دقيقة أستاذ عماد، بدقيقة أخيرة. أنا آسف أخذت وقت. بدقيقة أخيرة أستاذ عماد، بدي بالنسبة لأي شخص سوري ممكن يشوف مشاهد مثل التفجير اللي صار اليوم، أو مثل المشاهد مثلا اللي سبقته من التفجيرات أو الاعتداء الإسرائيلي، ويبقى حتى هذه اللحظة لا يعرف حقيقة ما يحصل في سوريا، ويقول لك ما يحصل هو حراك سياسي وديمقراطي وحرية، لهذا الشخص ماذا تقول؟ هذا الرجل يعني بده يكون أعمى، أكيد أعمى القلب والعقل، يعني من لا يدرك هذه الحقائق بعد كل ما يحصل وبعد كل هذه الثوابت. أعمى البصيرة يعني. تمام، أعمى البصيرة والقلب طبعا. وربما يكون غير أعمى ولكن هو موظف بتوظيف نتيجة مثلا إغراءات مالية أو إغراءات كذا. نحن عم نحكي على الشخص اللي معتبر أنه صاحب. ولكن من حسن الحظ، لما أريد قوله هنا، بأن غالبية السوريين والعقل الجمعي السوري بشكل عام هو أصبح ينحو، ومنذ أشهر طويلة يعني ينحو باتجاه الفهم أو الإدراك لخطورة هذا المشروع، ولقدرة التشوه الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء الإرهابيون ومن يمثلهم في الخارج. هذه مسألة جيدة جدا، ولولا ذلك لما صمدت سوريا. يعني لا تصدق أن الصمود بيأتي بقوى خارجية، لولا صمود الداخل والشعب السوري وقدرة الشعب السوري على الصمود وإدراكه لهذه التحديات الهائلة جدا ما كنا صمدنا. فما زلنا أنا بتمتع بتصوري، تتمتع سوريا بغالبية مدركة لحقيقة ما يجري، وهي تتحمل، وهذا يثبت يعني وسيثبت التاريخ للمواطن السوري وللسوريين قدرتهم الهائلة جدا على هذا التحمل الكبير في كل المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، عرفت كيف؟ وإن شاء الله بهذا الصمود مع طبعا انتصارات مثل ما حكينا، الرهان الأساسي هو للبندقية العسكرية في هذه المواجهة، والخط السياسي العام. طبعا الخط السياسي ما في قلق عليه، لأنه أكيد القيادة بتعرف شو عم تشتغل وين ماشية، وأكيد هاي الثوابت الوطنية هو كل شيء عم يحصل هو منشان هاي الثوابت ومنشان كل ما انبنى خلال 40-50 عام اللي مضوا. فلذلك أكيد ما رح تفرط فيهم، ما عنا قلق من هذا النوع. ومن ناحية الجيش ما عنا قلق، ومن ناحية الشعب السوري كمان ما في قلق. فإن شاء الله هاي 3 عوامل قادرة أن تحقق الانتصار وتعيد سوريا الى مجد الحقيقي اللي كان موجود. شكرا لك الاستاذ عماد يوسف الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور حيان سلمان ايضا المحلل السياسي والاقتصادي، شكرا لوجودكم معنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا ختام هذا الحوار، طبعا نختم هذا الحوار بالرحمه على شهداء تفجير اليوم، الشفاء للجرحى، وتحيه لافراد الجيش العربي السوري. شكرا للمتابعه مشاهدينا.